الآن خلينا نشوف اللوبس. فنبدأ أول شيء بالفور لوب ونقول vim for loop dot c ونقول خلينا نعمل counter ونقول int i equal 0 نقول for i less than 10 و i plus plus. ايش اللي حيصير؟ printf حنقول ال i plus 1 حنقول نقول i plus 1 او خليه يطبع ال i فقط. ال i حيبدأ يطبعها من 0 الى 9 وخلينا نقول plus plus i عشان يطبع من 1 الى 10 i plus 1. اوكي بس gcc for loop for من 1 الى 10. طيب نفس البرنامج نبقى نعيده ولكن باستخدام ال while. فنقول vim while loop.c وهنقول int i تساوي 0 بعدين نقول while i less than 10 printf حنطبع ال i plus 1 نقول plus plus i فحيطبع ال i من 1 الى 10 وبعدين يخرج gcc while loop while. فطبع الارقام من 1 الى 10. ممكن نستخدم الدو وايل. الدو وايل اتليست تعمل اللوب 1 تايم، حتى لو كان الشرط خطأ حيكون عندنا 1 كاونتر. فنقول vim do while loop dot c فنقول هنا int i equal 0 do printf هنطبع ال i plus plus i وحنقول الشرط اول while ال i less than 10 فحيعمل اللوب وحيطبع ال i من 1 الى 10. هنقول gcc do while ال output do while فطبع ال output من 1 الى 10. الان خلينا نجرب ال controls لهذه اللوبس من break و continue. فنجرب البرنامج هذا نسميه vim control loop dot c ونقول انه عندنا برضو while loop خليها i تساوي 0 ونقول while true نقول if i equal 10 اعمل break من هذه اللوب. اذا ما كانت
الاي تساوي 10 هتروح تعمل ايش؟ برينت اف الاي و تعمل بلس بلس اي هتزودها وتطبعها وبعدين تعمل كونتينيو وحنعمل عشان نثبت انه كونتينيو شغالة نقول this line never print okay. الان gcc control c الاوتبوت c run فالان شفنا كيف البرنامج بيتعامل مع اللوبس لغة السي بتتعامل مع اللوبس في عندنا الفور لوب الوايل لوب الدو وايل والكنترولز بريك وكونتينيو